مليون مبروك كابتن هيثم السعيد، مليون مبروك لضيوفه الكابتن رضا الغزالي والكابتن محمد كتات وكل محبي الكرة الطائرة في النادي الأهلي ومصر. وفني جديد لبعض اللعيبة استطاعوا أن يتوجوا ببطولة الدوري لأول مرة. داخل الملعب أحمد عزب من اللعيبة اللي أول مرة تتوج، عصران لعيبة محمد عثمان، حمادة عثمان لعيبة ابتدت تحفر أساميها داخل جدران النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي ومنتخب مصر إن شاء الله بقوة بإذن الله، ويبقوا نواة جيدة لمنتخبنا المصري إن شاء الله الفترة القادمة. عندنا مراسم تتويج بطولة الدوري العام المصري 2023-2024 قدامنا نادي الزمالك، قدامنا الدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وقبليه طبعا سيدني محمد علي ماركو، عندنا محمد عبد المنعم، قدامنا الجهاز الفني لنادي الزمالك وحصوله على المركز الثاني، محلل تقني هاني سمير، وقدامنا ايضا شؤون لاعبين سعيد ابو العلا وحاتم انديل مدلك الفريق، واحمد سالم مخطط احمال، حسن الحسنين اداري الفريق، احمد شعلان مدير اداري، والفريق قدامنا من نادي الزمالك احمد فتحي، ياسين محمد، مروان الصافي، عبد الرحمن الشحات، السربي ميلان كاتيتش، وطبعا رضا الهو، ووجود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الدكتور وائل أنديل، الكابتن عمرو مخلوف، وأيضا النادي الأهلي الكابتن عايدة إسماعيل، كابتن ياسر قمر، وأيضا النادي الأهلي كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن عبد الله عبد السلام، استطاع أن يحصد نتاج السنين اليوم في مباراة كانت مهمة جدا قدامكم، وقدر أنه هو يحقق الفوز. الكابتن عبد الحليم فهيم عبه قدامنا برضو بخبرته الكبيرة داخل الصفوف، الكابتن حسام يوسف صانع ألعاب مصر والنادي الأهلي اللي عمل مباراة أكتر من رائعة، الكابتن أحمد عزب أهو جيل طالع جديد وجيل كبير موجود بيسلم الجيل الصاعد، مروان الصافي أيضا من اللعيبة صغار السن، يوسف الصافي، عبد الرحمن سعودي أيضا لاعب مميز جدا، أحمد صلاح بكل الحب، أحمد صلاح، محمد محسن، حمادة عثمان، هو ده الجيل اللي بتكلم عليه اللي قدر يحصد بطولة غالية عليه هتبقى مهمة بعد كده، سعيد ممدوح معد ثالث الفريق، وطبعا سيف حسن عابد قدامنا اهو بالحب، عبد الرحمن الحسيني المميز لاعب مهم جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ايضا عبد الله سرور، واللاعب شريف محمد لاعب صغير السن بيلعب تحت 17 سنه وبيدعم في الفريق الاول عشان ياخد خبرات من اللعيبه الكبار، عندنا يوندر جارسيا الليبرو، وايضا محمد عصران المتميز، المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو، المدير الفني محمد السيد كان لاعبا ومدرب عام على مستوى جيد جدا، شريف صلاح اخصائي اللياقه قدامنا، وايضا صوره الدرع الجميل اللي كله بيحتفل بيه، عبد لطيف عثمان، محمد الحسيني مدرب الفريق، احمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني،
احمد اسامه قدامنا، واسامه ابراهيم اخصائي التاهيل، و محمد واحمد رشاد، وقدامنا الحسيني اهو، وعبد اللطيف عثمان، ومجهود واضح. اول مره طبعا جهاز يبقى جديد وبياخدوا خبره اول بطوله ليهم كاداريين ومدربين، وده شيء يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي بعد عامين من غياب درع الدوري العام للكره الطائره. استطاع لعيبه النادي الاهلي الاستمرار في النضج الفني. قدامنا الخبره كلها احمد صلاح وعبد الله واللعيبه الصغيرين. النادي الاهلي مطلع 7 لـ8 لعيبه صغار السن موجودين داخل صفوف النادي الاهلي في فرحه عارمه. سعيد ممدوح معد ثالث بيدي عبد الله عبد السلام الدرع ليه عشان يبقى هو النواه بعد كده ان شاء الله. لعيبه صغار السن بياخدوا خبره من لعيبه مخضرمه في بطولات داخل جدران النادي الاهلي. لازم يبقى فيه الاستلام والتسلم، لازم يبقى فيه سياسه التقدم، ويفضل فريق الكره الطايره بيتوج بعد غياب عامين بطلا للدوري للمرة الـ34 في تاريخه. فرحة وصورة جميلة بتجمع مجلس الإدارة الاتحاد المصري بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بمدير النشاط الرياضي بكل محبي الكرة الطائرة في مصر تتويجا وبطلا للدوري العام. مجهود عام كامل بيتوج الآن في آخره بتعب وعرق وجد من اللعيبة للفوز. قدامنا صلاح طبعا لاعب عمل مجهود غير طبيعي سواء في المباراة الأولى أو المباراة الثانية، بجد ومجهود وتعب. وقدامنا عبد الله ومن حقه ان هو بعد التعب والمجهود ده بيتوج بطلا في اصعب بطوله. الصعوبه مش جايه غير في التغيير اللي موجود، التغيير ده هو سبب النجاح. دايما كما عودنا النادي الاهلي بيعمل تغيير الهدف منه النجاح، واستلام وتسلم من الكبير الى الصغير بحب شديد. وقدامنا حسام وعبد الله عبد السلام. وبكده مستمعينا الميكروفون مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن رضا الغزالي والكابتن محمد كتات، والف مبروك للنادي الاهلي البطوله. شكرا، كان محدثكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء.